الناس بشكل عام يغتفرون الغبن أو جهالة، تغتفر الجهالة في ثمن هذه السلع، وجرى التسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها من المعاملات. هذا أيضا ليس من بيع الاستجرار. وبيع أما بيع الاستجرار الإشكالية، الصورة الثالثة هي الصورة التي تنتشر والشائعة اليوم. مما انتشر وساد في المجتمعات معاملة جرت بين البائع والمشتري، يقوم بها الأخير باستجرار سلع من الأول، ثم يقوم المستجر لتلك البضاعة بتسديد ثمنها بعد فترة. بيع الاستجرار هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم في برنامج درهم ودينار، ومعي فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو المتخصص في فقه المعاملات المالية والصرفة الإسلامية. مرحبا بك دكتور. حياكم الله. لو نتحدث دكتور، تحدثونا عن بيع الاستجرار، ما حقيقته وما صوره وما هي مجالاته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. آمين. بيع الاستجرار كما يعني هو معروف، هو أن يستجر ويأخذ الرجل السلعة أو السلع شيئا فشيئا من الخبازي مثلا، والبقال، واللحام، واليوم يعني محلات السمانة والسوبر ماركت، ويأخذ هذه الأشياء كل يوم أو كل يومين، ويقوم في آخر الشهر مثلا على أو في آخر الأسبوع على تسديد ثمنها للبائع. فكأن يأتي رجل إلى السمان في منطقته أو البقال، يقول له أعطيني 2 كيلو رز، 3 كيلو سكر، علبة شاي، زجاجة زيت مثلا. هذه الأشياء يسجلها، يأخذها ويضعها له في الكيس، ويأخذ البضاعة ويذهب إلى البيت، ويقيد البائع في صفحة الحساب، يقيد على اسمه ثمن هذه الأشياء. فلو نظرنا إلى حقيقة الموضوع، يعني ما هو الثمن؟ هنا تقع الإشكالية. يعني هذا أخذ البضاعة دون أن يتفق البائع مع المشتري على ثمنها، على الثمن. طب ما هو الثمن؟ يأتي في رأس الشهر يقول له افتح لي الحساب، يقول لك حسابك 700 ليرة، فيدفع له. طيب هذا المبلغ الذي نتج عن قيمة هذه الأشياء، طب أنا أخذت السكر بكم؟ حسبت السكر بكم؟ حسبت الرز بكم؟ حسبت الشاي؟ هذه المعاملة سميت ببيع الاستجرار، وجرى التسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها من المعاملات. يعني اليوم هل يجوز أن أشتري بضاعة من إنسان مثلا طن من السكر، 100 كيلو من الرز، كمية من الزيت بدون الاتفاق على السعر؟ الأصل أنه لا يجوز. لكن يعني هذه الإشكالية التي وقعت في بيع الاستجرار، كيف يحسب، كيف يتم يعني يقوم البائع بحساب بأي سعر، وهل يصح البيع مثلا هنا بمسألة هذه الصور؟ في صور هذه الصورة التي ذكرتها، يعني طبعا البيع الاستجرار كما يعني كي نبين بعض الصور، هو ليس صورة واحدة، هناك صور. ممكن أن يأخذ بيع الاستجرار صور أصلا لا إشكال فيها، مثلا يعني يأتي إلى الرجل إلى البائع صورة من الصور التي لا إشكال فيها أبدا، أن يقول الرجل للبائع بكم اليوم كيلو الرز؟ يقول له الرز الفلاني ب 25 ليرة، أعطني 5 كيلوات رز وسجله علي في الدفتر، سأعطيك ثمن رأس الشهر. هنا تم الاتفاق على الكمية والسعر والأجل، فلا إشكال، هذا ليس بيع استجرار، هذا شراء بالأجل، هذا ليس فيه إشكال. إشكال أيضا يأتي إنسان، بعض الأشخاص يشتري من إنسان نقول لك 10 كيلو من اللحم، يعطيه ثمن 10 كيلو، يشتري بكم الكيلو؟ كيلو بمية، يقول له 10 كيلو هذه قيمته 1000، يعطيه الثمن، ثم يأخذ كل يوم يأخذ أو كل أسبوع يأخذ كيلو، أو يشتري منه مثلا 10 كيلو رز ويقول له سأخذ الرز إيش كل أسبوع بأخذ يعني كيلوين. وهكذا في مثلا مثل المازوت مثلا أو المحروقات، يشتري من شخص برميل مازوت
ويعطيه ثمن البرميل كامل بشكل كامل، ثم يستجر منه كل يوم 5 لتر. هذا حكمه بيع سلم مقسط، إذا اتفق الإنسان على السعر هذا أيضا ليس من بيع الاستجرار. وبيع أما بيع الاستجرار الإشكالية الصورة الثالثة هي الصورة التي تنتشر والشائعة اليوم، إنه السلام عليكم أعطيني علبة سمنة فلانية، أعطيني علبة مسجلة على الدفتر، يأخذ العلبة ويذهب إلى البيت. طب سجل على الدفتر بأي سعر؟ لا أحد يعلم، لا أحد يعني، هو هناك في سعر أكيد، أكيد سعر، ولكن طيب ربما تكون السعر، ربما لو عرف السعر ربما أنت لا يرضيك. ومن قد يحصل النزاع غدا، يعني من شروط البيع أن يعلم السعر، أن يعلم حتى الأجل، يعني طيب متى ستدفع لي الثمن، سجل على الدفتر. لكن هناك أنا يعني إن شاء الله سنبين طبعا مجالات هذا البيع، ليست مجالاته في الأشياء التي جرى العرف بين الناس على أن تتبادل بهذه الطريقة. يعني هذا الموضوع ممكن أن يجري بيع الاستجرار بهذه الطريقة، يغتفر فيه في الأشياء السلعية اليسيرة، المواد البقالية، مواد البقالية، الخبز، اللحم، اليوم المحروقات مثلا، إنسان ما بده كل يوم ينزل إلى البائع المحروقات وأعطيني وكذا وحاسبه، ربما يقول له أعطني ما أريد، شو بدي كل يوم براس الشهر أعطيك حساب الإيش. طيب كل يوم يختلف سعر المحروقات، ربما ربما كل يوم يختلف. هل يسجل البائع الثمن على كل يوم بيومه أم يسجله بالآخر، كيف هو هذا الموضوع؟ هذه الإشكالية التي تقع في بيع الاستجرار التي يكثر الحديث أو السؤال عنها من قبل الباع. نعم. طيب هل يعد بيع المعاطاة من بيع الاستجرار؟ طيب بيع المعاطاة الذي ذكره الفقهاء ليس من بيع الاستجرار، لا يختلف. بيع المعاطاة الذي قال العلماء بجوازه، جمهور أهل العلم بجوازه، هو بيع يعني حال، بيع حال ليس بيع استجرار. يعني يذهب الإنسان إلى البياع اليوم يشتري منه مثلا علبة بن أو علبة شاي أو كيلو سكر، لكن المعاطاة الفرق بين المعاطاة والبيع العادي أنه لا يتفق معه على السعر، إنما يعطيه المبلغ، يعطيه المبلغ ويقوم البائع باقتطاع السعر أو الثمن ويرد له المبلغ. لكن هنا في بيع المعاطاة البائع والمشتري يعلم السعر، المشتري عندما أخذ العلبة أعطاه 100 ليرة، رد له كم؟ رجع له أعطاه مثلاً 20 مثلاً. هنا المشتري عرف، علم أن ثمن العلبة 80. نعم. فلم يعد هنا بيع استجرار، هو بيع عادي. أما بيع الاستجرار لا، بيع الاستجرار الثمن يكون مجهولاً إلى حين سداد القيمة. حين سداد، نعم. طيب لو نتحدث عن حكم بيع الاستجرار وكيف تكييفه الفقهي، وأحبذ بيان الحكم الشرعي لكل صورة من صوره. بالنسبة للصور أنا التي ذكرتها في بداية الكلام، قلت هناك صور، صور منها أن يتفق معه في كل مرة على الثمن، وهذه حكمها الجواز. كل مرة أنا أذهب إلى عند البائع أقول له بدي 2 كيلو سكر، بكم السكر اليوم؟ بكذا. بدي 3 كيلو رز، بكم الكيلو رز؟ بكذا. سجل على الدفتر. هذا بيع اسمه بيع بالأجل، يجوز وجائز، لا أشكال فيه. وهذا الأفضل، حتى الأفضل للمستجر. لكن في الصورة الأخرى كما قلت، جاءه الراتب أعطاه قال له هذه 100، هذه 500 ليرة، يعني أنا سأشتري منك الآن كذا كيلو رز وكذا كيلو سكر وأخذها في كل الشهر، أو أشتري منك برميل مازوت وأخذه خلال شهرين مثلا، هذا جائز. لكن صورة قليلة حضور. أكثر الصورة منتشرة بين الناس هو كما قلت لك، حتى ربما لا يأتي المشتري، حتى يرسل الولد. نعم. يقول له الولد اذهب إلى أبو فلان وأنا بعدين بحاسب. أيوة، يعني جيب لنا من عنده كيلو سكر وعلبة شاي وقل له أبوي بحاسبك رأس الشهر. هذا هو البيع الاستجرار. ما هو حكمه؟ العلماء فيه على، لكن الحنفية أجازوا ذلك استحسانا، قالوا يجوز يعني في مثل هذه الأشياء،
وهذا على جواز ذلك حتى يعني أجازه الحنابلة أيضا على مبدأ أو على قاعدة البيع بما ينقطع عليه السعر. قالوا يسجل يعني البائع ثمن السلعة ولو لم أكن أنا أعلم بسعره، لكن هذه السلع بشكل عام يغتفر فيه، يغتفر يعني الناس بشكل عام يغتفرون الغبن أو جهالة، تغتفر الجهالة في ثمن هذه السلع. يعني اليوم أنا عندما أقف عند السمان أقول له أعطيني 2 كيلو رز محمود مثلا، 2 كيلو رز بليار مثلا، أضعها في شنطة وأخذها إلى البيت ولا أسأله عن السعر. أنا هذا ضمنا كأني رضيت بماذا؟ رضيت بالسعر الذي يضعه، السعر الذي يعني يتعارف عليه يعني اليوم كم يختلف السعر بين سمان وآخر؟ ممكن 5 أو 10 يعني، يختلف بضع ليرات لا يمكن أن إيش الإنسان يتغافل عنها يعني. صحيح. يقول لك يبيعني بالدين وأناقشه هو إيش بكم الكيلو زائد ناقص، أنا معناتها رضيت بماذا؟ رضيت بسعر المثل، رضيت بسعر كأني أقول السمان، كأني أقول له سجل بيعني بسعر ما تبيع الناس عادة. طب لماذا لا تتفق على السعر؟ إنه سعر مجهول، يقول لك استحسانا وتيسيرا على الناس، يعني يغتفر هنا جهالة السعر لأن السعر هنا الجهالة ليست فاحشة وليست مفضية للنزاع. لذلك يوجد النزاع، يجوز أن يشتري الإنسان الأشياء اليسيرة، علبة البن وعلبة الشاي وكيلو السكر واثنين كيلو سكر وعلبة يومية. الزيت وزجاجة الشراب والمشروبات الغازية والأشياء، ولا يتفق يماكس على سعرها ويترك السعر يضعه البائع. لكن هنا البائع ماذا يضع؟ سعر ماذا؟ سعر بسعر المثل بما ينقطع عليه السعر. فيغتفر العلماء وخاصة السادة الحنفية قالوا هذا أمر جرى تعامل به في كل عصر ومصر، والناس يعني يجدون حرجا في أن يماكس البائع، يقول لك يعني يشتري بالدين وسيدفع لي بعد شهر ثم يتفق يفاصلني على ليرة وليرتين. لذلك الناس تغافلت وتسامحت. طبعا هذا في الأشياء التي هي إيش قيمتها قليلة. أما الأشياء المرتفعة السعر كالجوال واللابتوب والسيارات، هذه لا يجوز شراءها دون الاتفاق على ثمنها سعرها. فإذا نقول بيع الاستجرار يجوز إن شاء الله، وجوزه الكثير من العلماء والفقهاء بالصورة التي ذكرتها أنا، وخاصة الحنفية أجازوها حتى لو لم يتم الاتفاق أصلا على السعر. ويترك السعر تحديده للبائع ويتم الحساب في وقت لاحق. طيب دكتور، عند الاستجرار والتقييد في الحساب قد يختلف السعر بين المدة التي تم الاستجرار بها السلعة وبين فترة السداد، عند السداد قد يختلف السعر بينهما، وقد يتسبب هذا بضرر على البائع، فكيف يتعامل البائع مع هذه المشكلة؟ هنا البائع يعني أمامه عدة خيارات، أمامه عدة خيارات. طبعا هناك حتى أوضح هذه الإشكالية، البائع باع كيلو السكر مثلا بعشر ليرات، إذا سجلوا بعشر ليرات مثلا في أول الشهر، ربما عند الحساب يصبح كيلو السكر ب15 ليرة. فهنا يعني إذا سجلوا بعشر ليرات لا يجوز للبائع أن يعدل السعر إلى 15، لا يجوز، لأنه بذلك يكون قد يعني زاد في الدين. لا يجوز للبائع أن يزيد في الدين، يقول والله أنا عندما أخذ الرز من عندي كان في 5 بالشهر وكان كل الرز بيع 25، الآن أصبح في السوق الرز ب30. فليس للسمان أو البائع أن يفتح الدفتر ويعدل من 25 إلى 30، ليس له ذلك. طيب يقول لك أنا إذن أتضرر، هو الآن إذا دفع لي قيمة الرز على 25 والسكر على 10 أو 20 أنا متضرر، لأني الآن إذا سأشتري الرز أو السكر سأخسر. طيب ما هو الحل؟ الحل أمامه حل، أحد حلين. الحل الأول الذي هو يعني أفضل ولا خلاف فيه عند العلماء كلهم، أن يقيد سعر البضاعة بالدولار
وكلنا يعلم أن الدولار أقل العملات اضطراما في الآونة الأخيرة أو في الوقت الحاضر. نعم. يعني كما تعرفون أن الليرة التركية ترتفع وتنخفض، تمام؟ نعم. الليرة التركية ترتفع وتنخفض. نعم. وغلق العملة، فهو إذا سجل بالليرة التركية قد ترتفع الليرة التركية وتنخفض، فيتضرر من؟ البائع أو المشتري. نعم. يسجل قيمة البضاعة بعملة مستقرة. نعم. يعني كم كيلو الرز بالدولار، يكتب 2 كيلو رز ضرب مثلا 1 دولار. نعم. 1.5 0.8. نعم. يعني 80 سنت، يثبت بالدولار، ثم إذا جاء وقت السداد يجمع له يقول لك حسابك 23 دولار و60 سنت، تعطيني دولار أم تعطيني تركي؟ تمام. إذا أراد الزبون إعطاءه دولار كان له ذلك، أراد إعطاءه بالتركي يضرب كم؟ 23 دولار ضرب بسعر اليوم، سعر اليوم 18.5، بسعر اليوم طبعا سعر يوم السداد. نعم. فيضرب له 18.5 مثلا، قال له حسابك كذا، يدفع له. هذا جائز وهذا أفضل للبائع من الخروج، للخروج من الحرج والضرر. طب هل يجوز أن يسجل مثلا مثلا أنا مثلا استجريت من عنده كيلو سكر وكيلو رز ومثلا علبة مرتديلا، يكتب فقط الأشياء لا يسجل سعرها، وعند السداد يسجل السعر؟ هذه يعني طريقة يعني جائزة والله أعلم، جائزة، وهذا خيار آخر للبائع. نعم. أجازها السادة الحنفية أيضا استحسانا، أيضا من باب ضمان المتلفات أو القرض المثلي، سموه قرض المثلي، شيء مثلي، قرض المثلي أو بيع الأشياء وضمان المتلفات يجوز. نعم. يعني مثلا على هذا الكلام يفتح البائع دفتر الدين عنده. نعم. ويسجل في حسابك 2 كيلو غرام سكر نوع كذا. نعم. 3 كيلو رز نوع كذا، بدون ما يسجل السعر، بدون السعر. نعم. هذه طريقة ثانية. طريقة الأولى أن يسجل السعر بعملة مستقرة بالدولار. نعم. الطريقة الثانية أن يسجل فقط كمية الأشياء، جاء لأنه ربما لا يأتي رأس الشهر، هو ربما الزبون رأس الشهر لا يقبض الراتب، أو قبض الراتب لكن اشترى محروقات وما استطاع يسدد، أيضا هنا ربما قد يقع في الحرج، فينتظر. إذا جاء له السلام عليكم افتح لي الحساب، يقول له أنت لي استجريت خلال الشهر 16 كيلو سكر، 3 كيلو رز، كذا كذا، يجمعها له، ثم يضرب سعر البضاعة في نفس الوقت السداد بالتركي بالدولار لا إشكال، بسعر اليوم، بسعر اليوم. هذا طريقة ثانية. إذن الآن أصبح أمام البائع طريقتين بالاستجارة، طريقة أصبح أمام البائع هناك طريقتان لحساب قيمة البضاعة، إما أن يحسبها بسعر مستقر وهو بالدولار ثم لا يضره إذا تغير، أو يسجل عدد الأشياء ويعتبر كأنه أقرضه إيش؟ السلعة، سلعة، ثم يوم الحساب يحسبها بالسعر الذي طبعا بالسعر الذي يتفقان عليه بالدولار أو بالليرة التركية يوم السداد. أما أن يسجلها بسعر ثم يرفع السعر، هذا يعني أمر لا يجوز والله تعالى أعلم. دكتور، هناك مسألة أخرى، يعني هناك بعض الباعة من يسجل أن يرفع سعر السلعة المستجرة، فهل له ذلك أن يرفع سعر السعر مقابل أنه يبيعها بالدين؟ طبعا النقطة هذه نجب أن نوضح، هل هو يرفع السلعة عند تسجيلها في الدفتر أم بعد أن سجلها في الدفتر رفع السعر؟ إذا كان بعد أن سجلت السلعة، مثلا سجل الرز ب 25 ليرة في وسط الشهر، وجد أنه تأخر الزبون في آخر الشهر، وجد أن تأخر الزبون في محاسبتي، فسوى يعني عدل السعر إلى 30، هذا لا يجوز طبعا. لكن هل لي أنا كبائع من البداية يعني أنا أبيع الرز لكل الناس بالنقد 25، هذا الرجل الذي فلان يشتري مني ويحاسبني بعد شهر وشهرين، فسجلته عليه ب30 ليرة، يجوز ذلك؟ العلماء أجازوا في بيع التقسيط أو بيع الدين أن يزيد سعر الأجل عن سعر العاجل، يجوز من البداية وكذلك إذا أراد أن يسجلها بالدولار، مثلا يبيعها بالنقد بالدولار، هو أراد أن يسجلها دولار و10 سنت بثمن إيش؟
إذا كان هو سيدفع له الثمن بشكل آجل. لكن ينتبه البائع أن ينبه الزبون، ينبه الزبون أني أنا سأبيعك بسعر الدين مو بسعر النقدي. النقدي نعم. لأني أنا عندما اشتريت منك البضاعة أو أخذت منك السكر أنا حاسب حسابي ومستحضر في ذهني أني سأحاسبك بعشرين ليرة مثلا. نعم. ثم أنا أجد في الدفتر 25 تقول لي لماذا؟ لأنك أنت سددت لي بشكل مؤجل. الأفضل أن يتفق معه من البداية. من البداية أنت متى ستدفع لي؟ يقول له برأس الشهر أنا سأحسب لك البضاعة بسعر أكثر من سعر إيش؟ النقدي. يقول لهم لا بأس، ما في مشكلة. هنا لا بأس للبائع أن يسجل البضاعة بقيمة السعر الآجل. طبعا يجب أن يكون هناك ضابط يعني لرفع السعر، ما أن نسجل يعني سعر ذكرت ذلك يعني. يعني قلت لذلك، لذلك ذكرت ينبغي على البائع أن ينبه ويذكر ذلك للمشتري، حتى يقول له المشتري كم سترفع السعر مثلا 5%. 5% مثلا يعني الرز ب 25 سأحسبه لك ب 30، طيب تمام. الشاي بكذا بكذا، أو دائما يضعه في صورة أني أنا أشتري بالدين وعلي أن أدفع إيش ثمنا زائد، حكي لا يقع هناك منازعة. تمام. حتى لا يسجله الرز ب 25 يسجله ب 50 هناك مشكلة. تمام، وضحت الصورة. جزاكم الله خيرا دكتور على هذه الحلقة وهذه المعلومات الطيبة. ومتابعينا الكرام نشكر لكم حسن الاستماع وطيبة المتابعة. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم درهم ودينار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.